السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا عارفين طبعا السناب الصغيرة اللي موجودة في الويندوز، تمام، سنابنج تول، لكن فيها شوية مزايا حلوة. تعالوا نشوفها مع بعض. أول حاجة احنا بنستخدمها عشان نعمل صورة، تمام، ونقول له مثلا نيو ونبدأ إن احنا ناخد جزء معين. ده كده بقى موجود صورة، تقدر إن أنت تسيفه عندك كجي بي جي، أو تقدر إن أنت تاخده كده كوبي وتوديه في أي مكان وتقول له بيست. طيب، في برضو امكانيه ان احنا نعمل فيديو، يعني كذا حد يقول لي مثلا عايز اعمل فيديو صغير، تمام، موجوده اصلا اهيت. هتقول له مثلا نيو دونت سيف، واقول له فيديو، واحدد الحاجه اللي انا عايزها، تمام، واقول له ستارت، وممكن تشغل حتى الصوت، تمام، بحيث ان هو يسجل الفيديو بالصوت بكل حاجه. ممكن توقف شويه وممكن ايه توقف خالص كل حاجة، ممكن توقف. فممكن تستخدمه في ان انت تسجل شروحات حتى لو ما عندكش مثلا برنامج زي كامتازي او اي برنامج برامج زي. طيب، هقول له نيو، تمام، ونقول له مثلا عايزين صورة، وناخد صورة مثلا بالشكل دوت. طيب، في ان انت ممكن تيجي هنا تقول له انا عايزها على شكل مثلا ويندوز، او عايز الشاشة كلها، او عايز فري فورم. يبقى انا هحرك الماوس بالشكل دوت، تمام، وابدأ اعمل حاجة مثلا ايه بالشكل دوت. لو انت عايز تاخد اجزاء مش كل حاجة. طيب، هقول له ريكتانجل واقول له نيو. طبعا تقدر هنا تحط بقى ايه اشكال، مثلا تتعلم على حاجات معينة، تمسح الحاجة اللي انت رسمتها مش بتمسح في الصورة نفسها، ترسم اشكال، تمام. طيب، فلذلك هو اداة كويسة جدا. ممكن تعمل كروب، يعني في جزء معين من الصورة تشيله. طيب، خلينا نقول له نيو دونت سيف، وابدا اخد جزء مثلا من الشاشه كده بالشكل دوت. ونشوف تقنيه برضو جميله جدا جدا في الاداه الجميله ديت. هقول له ان انا عايز اعمل تكست اكشن، فهو بيعمل حاجه اسمها اوبتيكال كاركتر ريدر ريكتونايز، اللي هو الاو سي ار، اللي هو ان هو يحول لي الصوره، ياخد الكلام اللي فيها ويدوري ان انا اقدر انسخه. يعني اقدر اجي كده خلاص الكلام ده، اقول له سيلكت اول واقول له كوبي، ولو رحت لاي مكان قلت له بيست، هتلاقي ان الكلام كله موجود معاك في الميموري او في الذاكره. فكده انا قدرت ان انا اقرا الكلام، تمام. تقدر تيجي هنا تقول له مثلا عايز اشوف التليفونات بس اللي موجوده، او الايميلات بس اللي موجوده، تمام، يبدا يركز لك على التليفونات والايميلات اللي موجوده. ممكن حد عنده صفحه كبيره وعايز الايميلات بس، او عايز كذا، تمام. اخر حاجه ان انت ممكن بقى تقول له انا عايز اديت البنت، فياخد الصوره دي على طول يفتحها لك على برنامج البنت، بحيث تعمل التعديلات اللي انت عايزها وتحفظها.